وأولى مساحاتنا الصباحية لليوم رح تكون مع عالم التغذية. عم تتعدد برامج التغذية وعم ينصح أخصائيين التغذية بالعديد من برامج التغذية اللي ممكن تفيدنا، وخصوصا بفترات الجلوس الطويلة داخل المنزل وخاصة بفصل الشتاء. رح نتعرف على أنواع هي الأنظمة الغذائية مع أخصائية التغذية غزل حلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كيفك؟ صباح الخير غزل، اهلا وسهلا فيكي. يعني بالبدايه بفصل الشتاء كثير بتكتر النقريش، كثير بيكتر الاكل، بنضل نحس حالنا جوعانين، او اكيد بهالطقس ما فينا نعمل رياضه او ما فينا نعمل حميات غذائيه، لانه عم يصير حرق حالات من الستريس والتعصيب اذا خففنا الاكل. مزبوط. خلينا نحكي بالبدايه كيف فينا نحن يعني نعمل لايف ستايل صح، وخاصه بالغذاء، كيف فينا نبلش نهارنا لحتى نحس انه حالنا انه شبعانين مكتفيين دفيانين. هلا هو صراحة مو بس بأيام هاي الشتاء والبرد، مثل ما قلتي عم يكون في عنا عم نحاول نعمل دايت وما تزبط. بالسنتين الماضيين ونتيجة الظروف الصحية الكتيرة ونتيجة قعدتنا بالبيت لفترات طويلة، فبنلاقي إنه الحل الوحيد قدامنا هو بس نقاريش بالأكل ونضل عم ناكل كل النهار. بالشتاء بيزيد هذا الشعور نتيجة البرد، نحن جسمنا بحاجة لطاقة، فبنحس إنه نحن بس بحاجة على طول لأكل ونقرشة. في طقوس بتكون بالشتاء بنكون قاعدين ودفيانين وعطول فينا قريش حوالينا واكلات طيبه. فالفكره من الموضوع انه نحن بس ما نحاول كثير نزيد من كميات الاكل او ننتبه على انواع الاكل اللي عم ناكلها بفصل الشتاء، بحيث انه تشبعنا تعطينا طاقه وتدفينا وما يزيد وزننا كثير. طيب خلينا معناتها غزل نحكي اكثر، شو هي الحميات الغذائيه اليوم عم تنصحوا فيها؟ هلا الحميات الغذائيه للاسف كمان انه صار في انواع كثيره من الحميات الغذائيه، وبالسنتين الماضيين صار في بنسمع كل يوم وعن يوم اسم حميه جديده. هلا الحميه الغذائيه على طول بقول لهم اياها اللي مزبوط والصح، هي الحميه اللي بتقدري تعيشي فيها كل حياتك. اذا اعطيتك ورقه وقلت لك هاي الحميه الغذائيه هي لمده شهر وطلعتي عليها وانه هي ما بتقدري انت تلتزمي فيه بهاي الحميه على حسب انواعها، مواد الغذاء، اوقاتها، كليات، اذا انت ما بتقدري تلتزمي فيها فهي ما حميه غذائيه صحيه. بالفترات الماضيه كان عم يحكوا عن الكيتو، صيام متقطع، في بتلاقي احيانا حميات على نوع او نوعين محددين من الطعام لفتره معينه، كلياتهم بيوصلوهم للاشخاص لنتيجه وهن النتيجه حابينها، بس مهما وقفنا هاي الحميه بنلاحظ انه بيرجع الشخص للعادات اللي كان يساويها قبل، بيرجع بيزيد وزنه قبل اللي كان مكتسبه من قبل، لانه هو اساسا تبع حمية لفترة صغيرة كتير ورجع نفس الشيء للعادات. فالحمية الصح هي الحمية اللي بتضبط له العادات الغذائية تبعته، بتكون متناسبة له، متناسبة حسب أنواع الأكل اللي موجودة بمجتمعه، حسب وقته ووقت عمله. فالحمية الغذائية هي عبارة عن توازن كميات اللي عم ياكلها مع الكميات اللي عم يصرفها. نعم غزال، لكن خلينا كيف نحكي كيف نبلش صباحنا بغذاء يمكن يقيتنا لمدة 6-7 ساعات نحن برات البيت. تمام. هلا هو لا يفترض كثير انه نضل قاعدين 6-7 ساعات بدون اكل، فيفترض على طول نمرق وجبات صغيره خاصه بفصل الشتاء، وقتها بنجوع كثير فحنوصل لمرحله ناكل كميات كثير كبيره. بفصل الشتاء لازم نمرق ولو سناكات صغيره على حسب حاجتنا، بتكون سناكات صغيره كثير، اما بالوجبه الفطور واللي هي كثير مهمه الصبح فلازم نبلشها بمصدر بروتيني مع مصدر نشويات. البروتين ممكن يكون من الحليب، من البيض، ممكن يكون من الاجبان والالبان، ممكن يكون حتى مصدر. طب في عالم بيقولوا اذا بلشت نهاري انه باكل خلص تنفتح معدتي، هلا قد ايه هي الشيء صح ولا لهيك نحن على طول بنضيف مع الوجبات مصادر الياف، يعني بنضيف على طول مع الوجبه خضار، الخضار بتساعد على الشبع، ومصادر النشويات المعقدة كمان بتساعد على الشبع لفترات طويلة. أما إذا أنا عم أخذ مصادر نشويات بسيطة ممكن من المعجنات أو من الخبز الأبيض، هون أنا بيساعدني أكثر أني جوع بعد فترة كتير قصيرة. أو ممكن في ناس بتبلش نهارها بحلويات، مع فنجان القهوة بناخذ حلويات، بتلاقي أنه شهيتنا عم تكون كل النهار عبالة ناكل أشياء حلو، حتى يعني بتضل شهيتنا للنشويات خلال النهار كتير عالية.
غزل، طب خلينا نحكي عن موضوع الشهية المفتوحة اللي بتكون بفصل الشتاء، وهي بمختلف الفصول ولكن بالشتاء، كيف نحن بنقدر نكبح هي الشهية أكثر؟ يعني ممكن أنا وصل الساعة 6 تغديت، حاسة حالي كثير شبعانة، بعد ساعتين فجأة الواحد بيلاقي حاله رجع رجوعان وقادر ياكل. تمام، هلا مثل ما حكينا أول شيء الطبق اللي عم ناخذه الفطور والغداء كيف لازم يكون، بأنه ناخذ كمية بروتين كثير عالية ونضيف الخضار ل وجباتنا. ممكن نبلش على طول على الغداء بسلطه. هلا ممكن بعد الساعه 7 8 اذا نحن لسه حاسين بالجوع وحاسين انه جاي على بالنا ناخذ شيء، فهون على طول بننصحهم بالشوربات. الشوربات هي طبق كسعرات حراريه كثير قليله، بدفي، بيعطي طاقه، بيعطي الياف وبيشبع. يعني ممكن ناخذ زبديتين من شوربه الخضره او شوربه دجاج مع خضار او شوربه شوفان، هي بتعطينا طاقه وبتشبعنا لفترات طويله، وبنفس الوقت ما بكون عم اخذ سعرات حراريه كثير عاليه. ممكن ناخذ حتى كمان مشروبات تساعد على سد الشهيه، ممكن مثل مشروب القرفه، الزنجبيل، الشاي الاخضر، وبنفس الوقت هي بتدفي وبتعطينا طاقه بخلال هاي الفترات. وممكن كمان ناخذ سناكات صغيره سعرات الحراريه مقبوله على فترات السهره الطويله، بحيث انه ما ناخذ كميات كثير كبيره او وجبات كثير دسمه، مثل البشار فيها ناخذ، ممكن ناخذ حف كمشه مكسرات صغيره، ممكن ناخذ فواكه مجففه المتوفره، لانه يعني بتعطينا الياف وبتعطي طاقه لفتره طويله. تمام، خلينا ننتقل للاكل بالليل، يعني لازم اللي بيتبع حميه يوقف اكل 6 7 8 يعني ماكسيموم، ولكن خلينا نحكي بعدها قديش حتى نحن ونايمين في نصير ناكل نقرش. وفي عالم بتحط اكل حدا بالليل قبل هي نايمه، يعني بتقوم تاكل وترجع تنام. تمام، هلا اول شيء فكره الاكل بالليل هي ما نصح 100%، يعني في اشخاص حياتهم واسلوب حياتهم بيلزمهم انه هم يكونوا سهرانين لفترات طويله بالليل، فلهيك نحن ما فينا نقول لهم لا ما تاكلوا بعد الساعه 6 اذا هم اساسا شغلهم مسائي. فهي كمية الأكل ونوعية الأكل اللي عم يأكلوها خلال الليل وكمية الأكل اللي عم يأكلوها خلال النهار. بينما أنه أنا في من الليل من النوم وعم أشتي وحط شوكولا وأشياء حدي أكلها، فهو هون عندي صار اضطراب هرمونات الجوع والشبع، فأنا لازم أضبط نهاري كلياته. هلا يفترض أنه أنا ما أكل قبل النوم بساعتين لثلاثة، لأعطي لجهازي شوية راحة يلحق يستقلب المواد ويهضمها قبل ما نفوت لمرحلة النوم. كونه ذكرتي موضوع الاستقلاب، خلينا نحكي في فترات معينة أو توقيت معينة بيكون الجسم فيها استقلابه عالي وبينصح بهي الفترة أنه نحن ناكل الوجبات الرئيسية؟ لا ما في هيك شيء، انه موضوع الاستقلاب بس بالنهار اكثر من الليل هذا ما له اي تاثير. الاستقلاب هو عباره عن عمليه الهضم والحركه اللي نحن عم نقوم فيها، فانا طالما في عندي مجهود بدني عم اقوم فيه وعم اكل بطريقه صحيه فاستقلابي ماشي. تمام تمام. غزل، كثير من الاشخاص بيكونوا عم يعملوا حميه ولكن بيقولوا الوزن معند او جسمهم معند ما عم ينزل، دائما نحن بنتبع حميه اكل بننسى رياضه، بننسى مثلا مشاكل بالغده، بننسى مشاكل هرمونيه بالجسم، وخاصه عند السيدات يمكن ابدا ما بنلجا لحتى نحلل لحتى نعرف اذا جسمنا عم يحرق والهرموناتنا صحيحه بالجسم. خلينا نحكي ونعطي نصائح، شو هي اهم التحليلات اللي لازم نعملها قبل ما نبلش الحميات الغذائيه لحتى نستفيد من الحميه؟ مزبوط، هلا اللي حكيتي عن مشكله ثبات الوزن هي مشكله كثير كبيره واسبابها كثير كبيره. اما بالنسبه لموضوع شو التحليلات اللي لازم نساويها فحسب حاله الشخص المرضيه. هلا من اهمهم تحليلات الهرمونات الغده الدرقيه، ممكن عند النساء تكيسات المبايض، لازم نعمل تحاليل وتشيك كامل للفيتامينات والمعادن بالجسم، لانه اذا كان عندنا نقص بالحديد او نقص بفيتامينات د او ب ممكن تسبب كمان ثبات الوزن وممكن تسبب اساسا عدم استجابه الجسم لهذا الدايت. فنحن بالمرحله الاولى بنشوف التحليلات وعلى اساسها بنبلش الخطه الغذائيه، بيكون الهدف اذا في اي نقص نعالج النقص وبعدها نبلش بموضوع الحميه ونزول الوزن. فالحميه الغذائيه الصحيه لازم تكون عن جد شامله لكل هاي القصص. طيب خلينا نحكي هيك قبل ما يخلص الوقت عن عادات خاطئه ممكن عم نمارسها اثناء تطبيق الحميه، نصائح بتحبي توجهيها لكل الاشخاص. تمام، من اكثر العادات الخاطئه اللي بيعاني منها الاشخاص هي تخطي الوجبات،
يعني بنقول نحن بدنا ندخل بحميه غذائيه، فبنلاحظ حالنا انه اول شيء بنبلش نقيم وجبات، ما رح اتعشى بلا الفطور، بيأدي هاي الوجبه نحن بكفي وجبه الغداء، بكفي وجبه الغداء. هون بهاي الحاله نحن بنكون عم نخفف من استقلاب الجسم، وقت نحن بنلغي وجبات من يومنا تقريبا اذا لغيت وجبه واحده بينزل استقلاب جسمي بين 20-40%. هي اخر الدراسات، اذا لغينا وجبه العشاء 40% استقلاب جسمي ببطئ. فانا كل ما اعطيت لجسمي حاجته من الطاقه خلال النهار بتوزيع معين كل ما زاد استقلاب جسمي. فمن اكثر الاخطاء اللي بيساويها الاشخاص اني انا بلغي ببلش الغي وجبات الغي وجبات مشان انا شو انحف بزياده. هون بهي الحاله جسمي بيعند اكثر وما بيعود ينزل وزنه اكثر. ثاني خطا بيساويه هو انه يبعدوا عن الخضار والفواكه، بيحاولوا انه ياكلوا اشياء سريعه صغيره ما منحاول انه نشبع فيها. الجوع بالحميه هو عامل كثير خطر، طالما جاع الشخص بيزيد الاكتئاب وبيزيد التعب عليه وما بيعود يلتزم بالحميه بشكل صح. فالجوع هو شيء كثير سيء. الا تشرب المي، كل ما شربنا مي اكثر كل ما ساعد جسمنا اكثر انه يشبع، لانه نحن جسمنا مكون من 70% منه مي. فانا كل ما اعطيته حاجته من المي كل ما كان عم يشتغل باداء احسن. خاصة هلأ بالشتاء أغلب الأشخاص ما بتشرب مي، ما بنوصل لمرحلة نشرب مي غير لوصل جسمنا للجفاف بشكل كتير كبير. فأحياناً بنكون نحن عطشانين بس بنتجه دغري مباشرة نحو الأكل والنقمشة. لو بنشرب كاسة مي واحدة بنلاحظ أنه نحن لا عن جد عطشانين وليس جوعانين وعم نلقمش أكل. قلة الحركة، هي الدايت لازم يتبعه كمان حركة، فالرياضة والأكل هن عاملين متناغمين مع بعضهم. نعم. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير اخصائيه تغذيه غزل حلاء لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا كثير لك.